حياكم الله مشاهدينا بكل خير إلى فقرة كلام مسؤول مع ميساء القلة وأيضا مؤمنة فعور وأنا نهى علي. كلامنا المسؤول لليوم سيكون عن قطاع الإسمنت في السعودية والذي يتأثر بعوامل كثيرة منها له علاقة بالقرارات الحكومية ودوران حركة الإنشاءات في البلاد، إضافة إلى إقرار التصدير من عدمه وأيضا إضافة إلى مستويات الفائض المتداول في الأسواق. وسنخصص حلقة اليوم مع إسمنت الجنوبية التي تتواجد في السوق منذ أكثر من 3 عقود بمصانعها 3، ويسرنا أن يكون معنا في هذا الحديث المسؤول الرئيس التنفيذي للشركة السيد سفر ظفير ونتعرف. أهلا بك سيد سفر، بداية يشرفنا أن تكون معنا في كلام مسؤول الحديث عن مسؤولية الكلام. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك. لنتعرف على شخصية السيد صفير وأيضا على ملف الشركة في هذا التقرير. تعتبر شركة إسمنت الجنوبية واحدة من شركات الإسمنت 14 المدرجة في سوق المال السعودي، ويقع مقر الشركة في مدينة أبها جنوبي غرب المملكة. تأسست إسمنت المنطقة الجنوبية عام 1978 كشركة مساهمة سعودية وبرأس مال قدره 700 مليون ريال، وتركز نشاطها منذ البداية على إنتاج الإسمنت البورتلاند ومشتقاته. ونظرا لتطور أعمالها قامت إسمنت الجنوبية ببناء مزيد من المصانع، لتمتلك الشركة اليوم 3 مصانع للإسمنت هي جازان وبيشة وتهامة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية مجتمعة 5,800,000 طن سنويا، وتنوي الشركة زيادة الإنتاج إلى نحو 9,000,000 طن خلال السنوات القادمة. ومع تطور الشركة رفعت إسمنت الجنوبية رأس مالها عدة مرات ليبلغ اليوم 1,400,000,000 ريال موزعا على 140 مليون سهم. أما بالنسبة لعوائد الشركة فقد حققت إسمنت الجنوبية أرباحا صافية في 2014 بلغت 1,045,000,000 ريال. ويكمن التحدي لشركة إسمنت المنطقة الجنوبية التوسعات التي تعمل على إنجازها والتي اضطرت بسببها إلى أخذ قروض تقارب 500,000,000 ريال. عطل الشمري، سي إن بي سي عربية، الرياض. ونرحب من جديد بالسيد سفر الفير الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت المنطقة الجنوبية، شكرا لحضورك معنا سيد سفر. عدة قرارات يمكن بانتظارها قطاع الإسمنت داخل المملكة العربية السعودية، لكن دعني أبدأ بالسؤال حول القرار المرتقب تفعيله فيما يخص الأراضي البيضاء خلال الفترة القادمة، والذي يعول عليه الكثيرون ربما لتنشيط حركة العقار داخل المملكة العربية السعودية وحل أزمة الإسكان. هذا بطبيعة الحال سيجر قطاع الإسمنت إلى مزيد من النشاط ومزيد من الطلب. كيف تتوقعون أن تكون تفاعل شركات الإسمنت وحجم ربما الإنتاج خلال الفترة المقبلة من إسمنت الجنوبية في حال تفعيل هذا القرار؟ ما في شك نتوقع زيادة المبيعات نظرا لازدهار نمو البناء خلال يعني نتيجة لهذا القرار، فنتوقع زيادة المبيعات على مستوى المملكة ككل. نعم، وماذا عن عمليات الطلب؟ إلى أي مدى يعني إسمنت الجنوبية ستكون قادرة ربما كواحدة من أكبر الشركات داخل السوق على تلبية الطلب المتنامي؟ ما هي التوقعات بارتفاع نسبة الطلب؟
أحب أصحح المعلومة اللي قدمها الأخ قبل قليل، أنه الطاقة الإنتاج لشركة اسمنت المنطقة الجنوبية لثلاث مصانع هي 7,300,000 طن سنويا إلى الآن حتى الآن، وليس 5,800,000. أحب أن أنوي بهذا وأحدث المعلومة. نتوقع بعد دخول الخط الثالث لمصنع تهامة للخدمة، والذي بدأ تشغيله تجريبي خلال النصف الثاني من هذا الشهر، نتوقع نصل إلى حوالي 9 مليون طن في السنة. فنصيب شركة اسمنت المنطقة الجنوبية من هذه المبيعات المتوقعة، يعني حسب يعني البيانات المتوفرة في 2014 كان 14% نصيبنا من السوق، ونتوقع أن نحافظ على هذا النسبة وأكثر في السنة. نعم، يعني متى نتوقع سيد سفر أن يتم تشغيل هذا المصنع الخط الثالث لمصنع تهامة؟ تم التشغيل فعلي يعني التجريبي من حول 23 مارس، يعني من الأسبوع الماضي، وبدأت الإنتاج التجريبي، ويعني هذا يأخذ فترة يعني بين شهرين ثلاثة أشهر حتى نصل الإنتاج التجاري. وما المتوقع أن يضيف؟ وبهذا سنصبح الشركة الكاو أكبر شركة في المملكة من ناحية الإنتاج وإن شاء الله المبيعات. جميل، ولكن ماذا عن تأثير تشغيل المصنع الثالث أو الخط الثالث على نتائجكم المالية؟ نتوقع زيادة المبيعات وإن شاء الله زيادة الأرباح. كم حجم المبيعات المتوقعة بالتشغيل هذا سيد صفر؟ حجم المبيعات المتوقعة أو زيادتها؟ نتوقع نصيبنا من السوق، لأن السوق توجد فيه حول 14-15 شركة، فنصيبنا من السوق اللي هو أعلى نصيب حول 14% على مستوى سوق المملكة العربية السعودية. هذا العام تتحدث يعني سيد صفر أنه 14% حصتكم الحالية. نعم، يعني بناء على النتائج الماضية 2014. طيب، ونتوقع نفس النمو في 2015، يعني ربما يزيد قليلا، لكن مستوى المبيعات في المملكة العام وصل إلى 57 مليون طن على مستوى البلد، مستوى المملكة. نتوقع السنة دي قد يصل إلى مع التسعة مليون الجديدة التي ستنتجونها. طيب، فيما يتعلق بإسمنت الجنوبية، ما هي المناطق التي تتوجه لها؟ يعني نلاحظ أنه حتى بالنسبة لأداء الشركات يقال أن هناك يراعى التوزيع الجغرافي لهذه لشركات الإسمنت بحيث تلبي حاجة المناطق المتواجدة فيها. هل هذا الأمر يسري مع إسمنت الجنوبية وأنتم ملتزمون بتوزيع جغرافي معين؟ ما في شك اسمنت المنطقة الجنوبية تتمتع بسوق كبيرة، لأنها تشغل المنطقة الجنوبية والمنطقة الجنوبية الغربية وجزء من المنطقة الغربية بحكم وجود ثلاث مصانع في ثلاث مناطق مختلفة. فالمصنع الأول في جازان يغطي منطقة جازان بالكامل، والمصنع الثاني في بيشة ويغطي منطقة عسير وجزء من منطقة الباحة، والمصنع الثالث في العرضية الجنوبية في شمال المجاردة يسمى مصنع تهامة، يغطي المنطقة الساحلية وجزء من المنطقة الغربية مكة المكرمة وجدة. طيب، كنتم قد تعرضتم يعني لحظر تصدير الإسمنت إلى خارج المملكة العربية السعودية حتى يتم توفير حاجة الطلب المحلي، كم كان تأثركم بمثل هذا القرار؟ وكنا قد سمعنا من جهات يعني مختلفة بأنه قد يتم فك هذا الحظر خلال العامين المقبلين، إما 2015 أو 2016. بالتالي كيف كان تأثركم، وهل ستزداد المبيعات حين يتم فك هذا الحظر؟ وبالتالي أيضا يعني مع تفعيل قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وسيكون هناك فورة في التطوير العمراني خلال الفترة الحالية، هل تتوقعون أن يتم تأجيل فك حظر تصدير الأسمنت إلى الخارج؟ في تواصل حقيقة مع وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن، لأنه وصل المخزون على مستوى المملكة كل مصانع المملكة يعني نهاية الشهر الماضي وصل إلى 22 مليون طن مخزون الكلينكر، وهذه مخزون كبير الحقيقة. أدي حجم مخزونكم سيد سفر حاليا؟ أدي لديكم مخزون من الكلينكر؟ أنا أتكلم عن مخزون المملكة ككل 22 مليون طن. نعم. منها حول مليون و600
ألف طن نصيبنا في الجنوبية من هذا المخزون، لكن على مستوى المملكة 22 مليون طن حجم كبير ولا بد من التفكير في تصريفه. لكن نتوقع أن الطلب السنة دي بيكون جيد، يعني ربما يزيد عن الطلب العام الماضي. لكن مع دخول مصانع جديدة للإنتاج في هذه السنة قد ماذا كان نتيجة حديثكم مع وزارة التجارة والصناعة؟ تفاهمنا مع الوزير وعنده قناعة بفتح التصدير، ونحن نشتغل في هذا الاتجاه ونأمل إن شاء الله نحن نجد الموافقة من الجهات المعنية. هل هناك موافقة مبدئية؟ إلى الآن لم نحصل عليها، لكن في قناعة من وزارة التجارة والصناعة في هذا التوجه. نعم، طيب إذا ما تحدثنا عن الوضع المالي سيد سفر بالنسبة للشركة، مؤخرا قامت الشركة بزيادة رأس مالها مرة واحدة فقط تمت بعام 2006، يعني هل هناك أي توجه خلال الفترة القادمة لزيادة رأس المال، ربما لزيادة التوسع بالمشاريع الخاصة بكم؟ في الفترة القادمة السنوات القصيرة القادمة ربما لا نحتاج إلى زيادة رأس المال، وإذا احتجنا إلى زيادة رأس المال فنفكر في حينها. لكن حاليا التوسعات، يمكن التوسعة الثالثة في مصنع تهامة انتهت تقريبا، وبقي التوسعة الحالية في مصنع بيشة، ما نحتاج يعني تمويل إضافي لهذه التوسعات. أدي حجم التوسعات، أدي استثماراتكم المرصودة لهذه التوسعات؟ ما فهم سؤالك لو سمحتي. نعم، نتحدث عن حجم الاستثمارات المرصودة بالنسبة لتوسعاتكم. طبعا التوسعات اللي حصلت، اللي توسعتين، الخط الثالث في تهامة والخط الثاني في بيشة، بالإضافة لتوسعات محطات التوليد، زيادة طاقة التوليد في بعض من هذه المصانع، فبلغت التوسعات قيمتها حول 2 مليار ريال. نعم، طيب لنتحدث أيضا عن تخارجكم، يعني بعتم حصة من شركة التصنيع وهذا ما انعكس في نتائج أعمالكم خصوصا بالنسبة للربع الأخير من هذا العام، لماذا التخارج وبالنسبة للأرباح يعني التي تحققت في بعملية البيع؟ كان عندنا استثمار في شركة طاقة، وفكرنا الحقيقة أنه نستفيد من بيع هذه الأسهم للمساعدة في تمويل التوسعات الحالية كما ذكرت لك، وبعد الدراسة من الجهات المختصة في الشركة ولجنة الاستثمار وجدنا الأفضل أنه البيع هذه الأسهم في الوقت الحالي للمساعدة في تنفيذ هذه التوسعات جزئيا. نعم، سوف نتحدث أكثر أيضا عن القرارات الحكومية الأخرى التي يمكن أن تساهم في تحريك قطاع الإسمنت، خصوصا بالنسبة لأزمة الوقود التي كانت تتعرض لها هذه الشركات، شركات الإسمنت بشكل عام. أين وصل تعاطي هذه الشركات مع الوقود؟ هل هناك بدائل للوقود في هذه المرحلة؟ نكمل هذا الحديث مع رئيس التنفيذي لشركة إسمنت الجنوبية، ولكن بعد هذا الفاصل. عودة إليكم مشاهدينا وإلى مسؤول هذه الحلقة السيد سفر الضفير الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت الجنوبية. كنا قبل الفاصل سيد سفر تحدثنا عن تخارج الشركة من شركة طاقة، ولكن السؤال الأبرز من المشتري، يعني من كان في المقابل، من اشترى منكم؟ المشتري أحد الشركاءنا في شركة طاقة. يعني لو تعطينا اسم سيد سفر. ما أعتقد أنه ضروري، لأنه يعني هو الاسم لا يرغب ان يظهر اسمه، ربما يعني من هذا من حقهم، لكن هو احد شركائنا في شركة طاقة المشتري. طيب، كنا ايضا يعني ركزنا انه ارباح الربع الاخير من عام 2014 لشركة اسمنت الجنوبية كانت حوالي 245 مليون، متضمنة ربحكم من بيع حصتكم في شركة طاقة. يعني لو طرحنا الربح من شركة طاقة من طبعا الناتج في الربع الاخير، تبقى الحصيلة 130 مليون ريال، لماذا هذا التراجع في ربحية الشركة؟
عفوا شركة الطاقة تم بيعها في نهاية الربع الثالث وليس الربع الرابع، فبالتالي المقارنة لابد تكون مع الربع الثالث. ف 245 مليون ريال تقارن مع 253 ريال أرباحنا في الربع الثالث العام السابق. يعني تقريبا كان الإعلان عن بيع شركة طاقة في منتصف الشهر العاشر من عام 2014، وبالتالي عملنا المقارنة يعني مع الربع الأخير. لا، هي تمت فعلا في الربع الثالث، لكن الإعلان تم في الربع الرابع. نعم. طيب سيد، بالتالي تأثيرها المالي دخل في الربع الثالث وليس الرابع. نعم. حسبيا. لنعود إلى موضوع الوقود، لأنه كان كثير في شجون بالنسبة لشركات الإسمنت فيما يتعلق بهذا الأمر. طيب، هل لديكم أسعار تفضيلية أنتم كشركات إسمنت تأخذونها من الحكومة؟ وحتى البعض يعني لجأ إلى أن يطرح أن نحتاج إلى بدائل للوقود. هل هناك من بدائل عن الوقود المستخدم؟ وما هو الوقود المستخدم في غالبية شركات الإسمنت ومنها شركتكم؟ وأيضا نتحدث عن يعني حتى كان البعض يقول أنه في قلة بالأيدي العاملة في قطاع الإسمنت، هل هذا أيضا ينطبق على شركتكم؟ الوقود المستخدم في صناعة الإسمنت أكثر شيء الفيول أويل، الزيت الوقود الثقيل، وأحيانا زيت الوقود الخفيف، لكن معظمه زيت الوقود الثقيل، وهذا تزودنا شركة أرامكو السعودية، والاتصالات قائمة حاليا بيننا وبين وزارة البترول، زملائنا وإخواننا في وزارة البترول وكذلك المسؤولين في أرامكو السعودية، وسنصل إن شاء الله إلى حل لتزويد هذه التوسعات بالوقود اللازم بإذن الله. طيب، نتحدث هنا عن العمالة سيد صفر، يعني عملية تعديل العمالة إلى أي مدى يعني سيستمر بعام 2015 بالتأثير عليكم وعلى العملية الإنتاجية بالنسبة للشركة؟ حاليا العمالة مستقرة في شركة إسمنت المنطقة الجنوبية إلى حد ما. نسبة السعوديين في الشركة 42% في المصانع والإدارة، معظمهم فنيين، والباقي من بالعمالة يعني الخارجية سواء عربية أو أجنبية، ووضع العمالة مستقر إلى حد ما، ولم يعد يؤثر على الإنتاج. مبيعاتنا يوميا في معدل 30,000 طن تقريبا، اعلى معدل وصلنا له في هذه الفتره. تحتاجون عماله زياده؟ طيب، يعني هل يعني باعتبار انه صار في تغيرات بسوق العمل السعودي؟ لا، ما نحتاج زياده. طبعا تم دراسه الزياده الطفيفه في تشغيل الخط الثالث في مصنع تهامه، لكن تم الحصول على معظمهم، ومعظمهم من توظيف السعوديين. نعم. كم طيب نسبه السعوده سيد صفر؟ نعم، نسبة السعودة 42% كمان. طيب خليني أعود إلى موضوع أرامكو، خلينا نشوف، لأنه الواضح أنه كتير بيكون في اهتمام بالنسبة لهذه المفاوضات مع أرامكو، خصوصا لأنه كتير كنا تحدثنا عن هذا الموضوع، موضوع الوقود. ما هي آخر المفاوضات؟ ما الذي تطلبونه من أرامكو تحديدا؟ يعني هل تطلبون أنتم نوع من المفاضلة بالتسعير؟ هل ترون أن هناك في أسعار يعني ممكن تفاوضوا عليها؟ يعني هل هذا ما تحاولون الوصول له؟ لا، الموضوع مع أرامكو ليس عملية تسعير بقدر ما هو يعني توفير الطاقة أو الوقود اللازم. طبعا أرامكو وزارة البترول تعني يعني تحاول أنه يعني يكون تشغيل المصانع بكفاءة عالية، ونحن نشاركهم في هذا الرأي وفي لجان عليا. يعني في مشكلة بتدفق الوقود لكم كشركات إسمنت سيد صفر؟ للتوسعات الجديدة فقط، أما المصانع القائمة ما في القديمة ما عندنا أشكال فيها أبدا. نعم. طيب، إذا ما تحدثنا عن المحفظة الاستثمارية للشركة سيد صفر، كم يبلغ حجمها حاليا داخل السوق، وأين تتركز محفظتكم الاستثمارية بالسوق السعودي؟ مبلغ لا يكاد يذكر، يعني كانت في حدود 6 مليون ريال، ولكن حاليا ما عندنا اي محفظه حاليا في 2015 لهذا الهدف، لانه يعني احنا نركز على الاستثمار في صناعه الاسمنت وليس استثمار في شركات. يعني تم بيع المحفظه بالكامل سيد صفر بالنسبه للشركه؟ اي نعم. نعم، ولا نيه للعوده الى الدخول مجددا؟
ما سمعتك. لا، لا نية للعودة للدخول بالاستثمار من جديد بالسوق السعودي؟ حاليا لا نية لدينا، لكن إذا احتجنا في وقت قادم ربما نرجع. نعم. طيب سيد سفر، كان لديكم تسهيلات بنكية بقيمة حوالي 700 مليون ريال سعودي، هل تم استخدام كافة هذه التسهيلات؟ هل لديكم أي قروض مع بنوك داخل المملكة العربية السعودية، أو لديكم أي ذمم مدينة؟ حاليا القرض اللي قلتيه صحيح 700 مليون ريال، استنفذنا منه حول 590 مليون ريال حتى الآن، والباقي المبلغ مع نمو التوسعة في مصنع بيشة سنستنفذ الباقي إن شاء الله. نعم. لكن أحب أن أوضح هنا أنه معظم التمويل ذاتي، فكون أنا أتكلم في البداية وقلت أن الاستثمارات في التوسعات يمكن بلغت في الآونة الأخيرة حول 2 مليار ريال. نعم. معظمها كانت من التمويل الذاتي، وفقط أخذنا 700 مليون ريال بتسهيلات من بنك محلي. هل لديكم نية بزيادة هذه التسهيلات؟ لا نية توجد لدينا، لأنه خلص الهدف من أجله للتوسعات ربما تنتهي بنهاية 2015. نعم. سؤال أخير سيد سفر نخدم به هذه اللقاء، يعني التوزيعات للأرباح عن النصف الثاني من عام 2014 بلغت 30%، هل نتوقع التوزيعات بنفس النسبة على الأقل بالنسبة للربع الأول من عام 2015، وإذا كان هناك أي تغيير بالنسبة لاستراتيجية التوزيعات؟ والله صحيح النسبة اللي وزعناها في النصف الثاني 3 ريال للسهم اللي حول 30%، وسبقها في النصف الأول 2 ريال للسهم، يعني التوزيعات اللي على مستوى 2014 كان 50% أو 5 ريال للسهم. طبعا توزيعاتنا نصفية وليس ربعية، فبالتالي يعني بدري نتكلم عن التوزيعات النصف الأول الآن، وحن لازلنا في نهاية الربع. يعني سنبقى على توزيعات نصفية بالنسبة للشركة؟ أي نعم أي نعم. شكرا لك، أشكرك على كل هذه المعلومات وتفاصيل، وأنت الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت المنطقة الجنوبية السيد سفر ظفير، كثير متشكرك على حضورك معنا على شاشة سي إن بي سي عربية. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.